السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في توتوريال 10 من مادة T215 البارت الثاني. بنتكلم عن الساوند فيزيكس. أول معلومة عايزين نعرفها إن الصوت بيتكون من موجات سريعة للغاية بتؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء المحيط بينا. التغير دوت بيصل طبلة الأذن وبيتم فهمه على شكل صوت. يبقى إذن الساوند يكون مكون من رابيد ويفز، موجات سريعة تؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء المحيط بينا. الصوت عشان ينتقل من شخص لآخر لازم يكون فيه وسط. طبعا الوسط الأكثر شيوعا لنقل الصوت اللي هو الهواء. معنى كده إن الصوت هيؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء. طيب الصوت ما بينتقل في المية، يبقى بالتالي مش كل الأصوات اللي موجودة عندي عبارة عن تغير في ضغط الهواء. يبقى إذن الساوند can be transmitted through the other media. For instance، على سبيل المثال المية. وبالتالي مش كل الأصوات اللي موجودة عندي مكونة من موجات خاصة بتغير ضغط الهواء. عند اصطدام الصوت بحاجز فإنه بينعكس، وبيعتمد مقدار الانعكاس على المادة اللي بيصطدم بها الصوت. فمثلا في مواد بتمتص الصوت، في مواد لها القدرة على عكس الصوت. كمان ممكن يحصل تأثيرات مختلفة على الصوت ما بينتقل من شخص لآخر. ممكن يحصل حاجة اسمها reflection انعكاس، refraction يعني انكسار، scattering يعني تشتت، وغير ذلك من التأثيرات على الإشارة. النقطة اللي بعد كده إنه موجات الصوت بتنتقل من السورس للديستنيشن، دي حاجة طبيعية. الفكرة إنها بتضعف تدريجياً كلما بعدت عن المصدر، وذلك بسبب مقاومة الوسط اللي بيتم إرسال الصوت خلاله. يبقى إذن الساوند ويفز سبريد، بتنتشر بعيداً عن السورس خلال الوسط المحيط بها اللي هو الهواء في معظم الأحوال. ده غير إنها بتضعف gradually waking. جرادوالي يعني تدريجيا بتضعف كلما بتبعد عن المصدر. نأكد تاني انه الصوت هو عبارة عن موجات سريعة للغاية بتؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء. التغير في ضغط الهواء ده بالقرب من اذن المستمع بيؤدي الى حركة طبلة الاذن اللي هي الاير درام، وبالتالي توليد صوت بيتم تفسيره بواسطة المخ. نأكد على نقطة تانية كمان إن الصوت بيحتاج إلى وسط كي ينتقل من مكان لآخر. في معظم الأحوال فإن الصوت هو جزيئات الهواء، لا ينتقل الصوت في حالة الفراغ كما في الفضاء. يعني أنا لو في الفراغ أو في الفضاء مثلا ما بين كوكب الأرض والقمر وبحاول أتكلم أو بعمل أي أصوات، مش هينتقل الصوت في الفراغ. ليه؟ لعدم وجود جزيئات بيركب عليها الصوت. يبقى إذن if there is no molecules، لو فيش أي جزيئات زي في حالة الفراغ اللي هو الفاكيوم أو في حالة الفري سبيس، وبالتالي لا يمكن نقل الصوت. نتكلم دلوقتي عن الساوند ويفز. فهو بيقول لي إن أي صوت مفهوم بيتكون من موجات من ضغط الهواء اللي بتتغير. وعموما فإن الصوت عبارة عن نوع من أو نمط متكرر من ضغط الهواء اللي هو repeating pattern. الصوت ده ممكن يستمر لفترة زمنية صغيرة جدا كما في حالة الرايفل شوت اللي هي طلقة بندقية، أو ممكن يستمر لفترة زمنية كبيرة كما في حالة مثلا لو شخص بيغني. vibrating object، أنا عندي جهاز بيستخدموه لشرح مفاهيم ومبادئ حركة الصوت، بيسموه الـ Vibrating Object أو اللي هو آسف Tuning Fork. Tuning Fork اللي هو الشوكة الرنانة. فبيقولني إنه عند طرق الشوكة الرنانة بيتم خلق مناطق ذات ضغط متغير ما بين الـ High Pressure وبين الـ Low Pressure اللي بتنتشر في كل الاتجاهات ده. لكن إحنا عايزين نركز على الاتجاه الأفقي فقط عشان نفهم إشارة الصوت بتتنقل إزاي. يبقى إذن Alternating Pressure Regions، Alternating يعني متبدلة أو ما بين الـ High Pressure وما بين الـ Low Pressure.
هو هنا مديني رسمة، طبعا ده جهاز الشوكة الرنانة، المفروض انه بتتحرك يمين ويسار فبتؤدي لحدوث خلخلة في ضغط الهواء. النقطة اللي عايز يقولها لي انه عمليا لا تكون جزيئات الهواء موزعة بالشكل المنتظم كما في الرسمة، يعني هنا بيكون هنا هاي بريشر، هنا بيكون لو بريشر. الأشكال أو الرسمة نفسها في الحقيقة ما بتكونش عبارة عن صفوف وأعمدة بالشكل ده. نتكلم بعد كده على نقطة مهمة، بيقولي إن الساوند ويف يمكن اعتباره كبريشر ويف وترافلينج ويف. ليه؟ ده سؤال مقالي ممكن يجينا. الساوند ويف عبارة عن بريشر ويف لأنها عبارة عن تغيرات دورية في ضغط الهواء، يعني بيحصل alternating variation ما بين الهاي بريشر وبين اللو بريشر، بالتالي هنسميها بريشر ويفز. يبقى إذا موجات الصوت هي عبارة عن نوع من البريشر ويف لأنها بتكون مكونة من cyclical changes، تغيرات دورية في الضغط ما بين الضغط العالي والضغط المنخفض اللي هو الهاي بريشر واللو بريشر. الساوند ويف كمان احنا ممكن نصنفها كأنها ترافلينج ويفز لأنها بتنتقل من السورس للديستنيشن. طيب هي ايه هي الترافلينج ويف؟ الترافلينج ويفز هي عبارة عن موجات بتنتقل بعيدا عن السورس وبتستخدم في نقل الطاقة، مثلا عند طرق الشوكة الرنانة، الشوكة الرنانة اللي بتنقل الصوت من مكان لمكان، فالشوكة الرنانة دي تنقل الطاقة الموجودة بالشوكة خلال الهواء إلى البيئة المحيطة بيها واللي بتظهر على شكل طاقة صوتية، علشان كده بيسموها شوكة رنانة. يبقى إذن الترافلينج ويفز هي عبارة عن موجات بتنتقل بعيدا عن السورس بتاعها علشان توصل للديستنيشن. الترافلينج ويفز هي عبارة عن وسيلة لنقل الانرجي أو الطاقة من مكان لآخر. على سبيل المثال زي ما قلت لحضراتكم عند طرق الشوكة الرنانة، فإن الطاقة اللي موجودة فيها بتتنقل من مصدر لمصدر تاني أو من مكان لمكان تاني عن طريق حدوث تغير في ضغط الهواء. طب يا ترى هي لازم الترافلينج ويف تكون بريشر ويف؟ لا، ففي حالة الضوء، الضوء هو عبارة عن ترافلينج ويف. ليه؟ لأنه بينتقل من مصدر لمصدر. لكن هل الضوء بيؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء؟ لا، يبقى احنا ممكن نقول ان الصوت هو عبارة عن ترافلينج ويف زائد بريشر ويف، لكن الضوء هو عبارة عن ترافلينج ويف وفقط لكنه ليس بريشر ويف. نتكلم دلوقتي عن الساوند ويفز، فهو بيقولني ان اي صوت مفهوم بيتكون من موجات من ضغط الهواء اللي بتتغير، وعموما فإن الصوت عبارة عن نوع من أو نمط متكرر من ضغط الهواء اللي هو repeating pattern. الصوت ده ممكن يستمر لفترة زمنية صغيرة جدا كما في حالة الرايفل شوت اللي هي طلقة بندقية، أو ممكن يستمر لفترة زمنية كبيرة كما في حالة مثلا لو شخص بيغني. Vibrating Object، أنا عندي جهاز بيستخدموه لشرح مفاهيم ومبادئ حركة الصوت بيسموه الـ Vibrating Object أو اللي هو آسف Tuning Fork. Tuning Fork اللي هو الشوكة الرنانة، فبيقولني إنه عند طرق الشوكة الرنانة بيتم خلق مناطق ذات ضغط متغير ما بين الـ High Pressure وبين الـ Low Pressure اللي بتنتشر في كل الاتجاهات ده. لكن احنا عايزين نركز على الاتجاه الافقي فقط عشان نفهم إشارة الصوت بتتنقل ازاي. يبقى اذا الالترنيتنج بريشر ريجونز، الترنيتنج يعني متبدلة او ما بين الهاي بريشر وبين اللو بريشر. هو هنا مديني رسمة، طبعا ده جهاز الشوكة الرنانة، المفروض انه بتتحرك يمين ويسار فبتؤدي لحدوث خلخلة في ضغط الهواء. النقطة اللي عايز يقولها لي إنه عملياً لا تكون جزيئات الهواء موزعة بالشكل المنتظم كما في الرسمة، يعني هنا بيكون هنا هاي بريشر، هنا بيكون لو بريشر. الأشكال أو الرسمة نفسها في الحقيقة ما بتكونش عبارة عن صفوف وأعمدة بالشكل ده.
نتكلم بعد كده على نقطة مهمة، بيقولني إن الساوند ويف يمكن اعتباره كبريشر ويف وترافلينج ويف. ليه؟ ده سؤال مقالي ممكن يجينا. الساوند ويف عبارة عن بريشر ويف لأنها عبارة عن تغيرات دورية في ضغط الهواء، يعني بيحصل alternating variation ما بين الهاي بريشر وبين اللو بريشر، بالتالي هنسميها بريشر ويفز. يبقى إذا موجات الصوت هي عبارة عن نوع من البريشر ويف، لأنها بتكون مكونة من cyclical changes تغيرات دورية في الضغط ما بين الضغط العالي والضغط المنخفض اللي هو الهاي بريشر واللو بريشر. الساوند ويف كمان احنا ممكن نصنفها كأنها ترافلينج ويفز لأنها بتنتقل من السورس للديستنيشن. طيب هي ايه هي الترافلينج ويف؟ الترافلينج ويفز هي عبارة عن موجات بتنتقل بعيدا عن السورس وبتستخدم في نقل الطاقة، مثلا عند طرق الشوكة الرنانة، الشوكة الرنانة اللي بتنقل الصوت من مكان لمكان، فالشوكة الرنانة دي تنقل الطاقة الموجودة بالشوكة خلال الهواء إلى البيئة المحيطة بيها واللي بتظهر على شكل طاقة صوتية، علشان كده بيسموها شوكة رنانة. يبقى إذن الترافلينج ويفز هي عبارة عن موجات بتنتقل بعيدا عن السورس بتاعها علشان توصل للديستنيشن. الترافلينج ويفز هي عبارة عن وسيلة لنقل الإنرجي أو الطاقة من مكان لآخر، على سبيل المثال زي ما قلت لحضركم عند طرق الشوكة الرنانة، فإن الطاقة اللي موجودة فيها بتتنقل من مصدر لمصدر تاني أو من مكان لمكان تاني عن طريق حدوث تغير في ضغط الهواء. طب يا ترى هي لازم الترافلينج ويف تكون بريشر ويف؟ لا، ففي حالة الضوء، الضوء هو عبارة عن ترافلينج ويف. ليه؟ لأنه بينتقل من مصدر لمصدر. لكن هل الضوء بيؤدي لحدوث تغير في ضغط الهواء؟ لا، يبقى احنا ممكن نقول ان الصوت هو عبارة عن ترافلينج ويف زائد بريشر ويف، لكن الضوء هو عبارة عن ترافلينج ويف وفقط لكنه ليس بريشر ويف. نتكلم دلوقتي عن الفرق ما بين الفريكوانسي والبيتش. الفريكوانسي هو عبارة عن كمية فيزيائية يمكن قياسها، فالفريكوانسي هو عدد مرات تكرار الإشارة في الثانية الواحدة. الفريكوانسي بيقاس بالهرتز، يبقى إذن الفريكوانسي عبارة عن measurable physical quantity. لكن البيتش هو عبارة عن مصطلح بيحدد مدى ارتفاع أو انخفاض الصوت، أو خلينا نقول حدة الصوت. البيتش هو عبارة عن subjective property، يعني حاجة نسبية لا يمكن قياسها. أحيانا بيكون هناك أصوات حادة لبعض الناس لكنها عادية لبعض الآخر. على سبيل المثال هو بيقول لي هنا إنه الرجال عموما البيتش الخاص بأصواتهم بيكون أقل من السيدات. ده معناه إيه؟ معناه إنه متوسط الترددات الخاصة بالرجال بيكون أقل دايما من متوسط الترددات الخاص بالسيدات. السؤال ممكن يجي لي ازاي؟ يقول لي قارن لي ما بين الفريكوانسي وبين البيتش. فاحنا هنقول ان الفريكوانسي هو عبارة عن number of cycle per second، الفريكوانسي كمية يمكن قياسها measurable physical quantity، لكن البيتش هو عبارة عن مصطلح بيعمل describe يصف how high او low الساوند از، مدى ارتفاع او انخفاض الصوت. ولازم نكتب جملة ان البيتش هو عبارة عن subjective property. نتنقل لموضوع تاني اللي هو سرعة الصوت وعلاقته مع الطول الموجي للصوت. القانون بيقول لي ان سرعة الصوت بتساوي الطول الموجي اللي هو اللمدة مضروب في الفريكوانسي، وبيقول لي انه بتعتمد سرعة الصوت على درجة الحرارة والرطوبة اللي هي الهيوميديتي والاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي للمادة أو للوسط اللي بيتم نقل الصوت خلاله. عموما فإن سرعة الصوت في الهواء، ودي الحاجة اللي احنا بنستخدمها بصفة دايمة في عملياتنا الحسابية، تعادل 340 متر لكل سكند. يبقى إذن القانون بيقول إن سرعة الصوت بتساوي الطول الموجي مضروب في الفريكوانسي.
وسرعة الصوت بتعتمد على التمبريتشر والهيوميديتي الرطوبة والاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي. لكن عموما زي ما قلت لحضراتكم فإن سرعة الصوت في الهواء حتى لو ما ادهنيش في المسألة فأنا لازم أحفظ الرقم ده اللي هو 340 متر لكل سكند. وكمان لازم نبقى عارفين إنه بتختلف سرعة الصوت تبعا للمادة أو الوسط اللي بينتقل خلاله.